معنا من الرياض سيد عايد شمري الكاتب المتخصص بالشأن السعودي، مرحبا بك سيد عايد. إذا ميليشيا الحوثيين تؤكد استهداف وزارة الدفاع السعودية ومناطق أخرى في الرياض، بين ودفاع الجوي كذلك السعودي يؤكد اعتراض صواريخ باليستية في أجواء المملكة، كيف تقرأ هذا التطور والهجمات المتكررة ضد السعودية؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا، حياك الله. أول شيء طبعا هذه الصواريخ أو هذا الصواريخ الثلاثة أطلقها الجهات الحوثية الإيرانية ليست جديدة، فهي أطلقت تقريبا ما يقارب 60 صاروخ باليستي في خرق واضح لقرار قرارات الأمم المتحدة. هذه الصواريخ هي عديمة الفائدة، كم عدد كبير، ولكن وبحمد الله وبقدرة قواتنا الباتلة وقوات الدفاع الجوي لم تصب أي أهداف لا مدنية ولا عسكرية. وطيلة هذه السنوات الماضية لم يصب إلا مواطن مصري استشهد رحمه الله. فهذه الصواريخ الحوثيين يعرفون جيدا أنها لم تؤثر تأثيرا كبيرا على الأراضي السعودية، وإنما هي فقط زائعة طيب خلق بلبلة لا أكثر ولا أقل. وكلنا سمع تهديد الصمات القائد طائف اللجنة السياسية للفلسطينيين بأنه سيكون عام باليستي على السعودية. طيب فنحن واثقون برجال أمننا بقواتنا الباسلة. نعم سيد عايد، الأمير محمد بن سلمان أكد أن إمكانية تدمير مواقع ميليشيا الحوثيين في اليمن، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الخطوة في هذه التطورات بدفع الرياض إلى حسم الأزمة في اليمن عسكريا برأيك؟ سمو الأمير محمد بن سلمان أكد أن القوات التحالف تبعد 20 كيلو متر عن صنعاء وبإمكانها حسم المعركة عسكريا، ولكنها تعرف أن يعني سيسقط عدد كبير من المدنيين، ولذلك هي تتوخى الحذر. السعودية قادرة، التحالف العربي قادر، ولكن ألا ترى أن السعودية تدفع الثمن تأخر حسم الملف اليمني لصالح ما قيل أنه دعوات إلى الحوار والحل السياسي؟ لا يوجد أي دفع ثمن، يعني كل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها القطاع الحوثي لم يكن لها أي تأثير لا على الأرض ولا نسقط أي مدني سعودي واحد بفضل الله تعالى. فهذه الصواريخ لن تؤثر على عاصفة الحزم، هي خطة استراتيجية واضح هدفها هو القضاء على الحوثيين إذا لم يعودوا إلى رشدهم ويطالبوا العملية السياسية. أما مسألة هذه الصواريخ أن تتكفى التفائل أو تفرق من عزم التحالف العربي في اليمن فهذا تصور خاطئ. هذه الحرب فرضت علينا، طيب مهما كان سوف يستمرون التحالف العربي حتى القضاء على هذه الانتهاكات الإيراني. ما السيناريوهات إذن المطروحة على الطاولة في ظل هذا الدفع الأمريكي لضربة محتملة على سوريا؟ هل يمكن أن ينسحب ذلك على الملف اليمني؟ السعودية والتحالف العربي ليسوا بحاجة لتدخل أمريكي في اليمن، فقوات التحالف بداية التحالف لم يعني يستأذن من أمريكا أو من الدول، لكن هناك تنسيق بين التحالفين. نعم هناك تنسيق ولكنهم لم يستأذنوا وليست هناك حاجة. نعم فيما يخص اليمن، أما في سوريا فأمر مختلف تماما، هناك دول موجودة على الأرض، هناك روسيا، هناك إيران، هناك تركيا، فالوضع مختلف تماما. عاصفة الحزم بدأت عربية وستنتهي بإذن الله عربية بدون أي تدخل. نعم. أما التنسيق مع الدول الصديقة والحليفة فهو أمر مشروع ومتعارف عليه. شكرا جزيلا لك من الرياض سيد عايد الشمري الكاتب المتخصص بالشأن السعودي.